السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه رائعه جدا بالخليط السائل اللي كتجي زوينه بزاف. فهنايا بالنسبه للمقادير، فهنايا عندي نصف كاس من النشا، وعندي هنا كاس الا ربع من السكر، 3 ديال البيضات، واحد الزا وواحد فاني، وعندي هنا كاس ونصف من الدقيق. فهنايا خديت البيض، غادي نخفقوا البيض مزيان. وغنضيف معاهم كاس الا ربع من السكر. وغنضيف كذلك سكر فاني. وهنايا ضفت ملعقة من الخل، كنضيفو النشا شوية بشوية وحنا كنخلطو. هنايا من بعد ما خلطت النشا مزيان غادي نضيف الدقيق، وهنا غادي نضيف صاشي من خميرة الحلوى بيكنج باودر. هنايا غادي نضيف نصف من الكيس فقط. هنايا من بعد ما خلطت الخليط مزيان كنحصل على خليط بحال هذا الشكل، يكون ثقيل شي شويه. وهنايا خديت هذا الجيب الحلواني اللي غادي نفرغ فيه الخليط السائل. يمكن لكم تستعملوا القنينه، الاغلبيه ديال الناس كيستعملوا القنينه في هذه الوصفه. كياخذوا قنينه وكيكبوا فيه الخليط السائل وكيخدموا به. هنايا انا فضلت انني نستعمل الجيب الحلواني احسن. غادي نكب فيه الخليط، لازم الخليط ديالنا يكون شي شويه ثقيل باش ملي غادي نشكلوه في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن يحافظ لينا على الشكل الدائري. اذا غنقوموا بهذه العمليه، نكملهم كاملين وندخلوا الفران. هنايا من بعد ما طابت لينا الحلوى كتجي بحال هذا الشكل. هنايا خديت شويه من الكوك وعندي الكونفيتير، غادي ناخذ واحد الحبه وغادي ندهنوها بكونفيتير وغادي نضيفوا عليها الطبقه الثانيه من الحلوى على هذا الشكل، وغندهنوا الاطراف. على هذا الشكل، وغادي نفندوها في الكوك على الاطراف فقط، كتجي في شكل زوينه. وبالنسبه للوسط فيمكن لكم تزينوها هنايا انا غادي نزينها بالشوكولات الاسود، يمكن لكم تزينوها بداك الشيء اللي بغيتو.
وغنكمل بنفس العملية حتى نكملهم كاملين وغنتلاقاو في الشكل النهائي. الحلوة ديالنا كتجي بحال هذا الشكل كما كتشوفوا هنايا، زينتها بالشوكولاته الاسود. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.